جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عندنا يا فضيلة الشيخ في حالة التعزية تقرأ الفاتحة ويقول المعزي بالمعزى البركة فيكم، فهل هذا العمل صحيح؟ وما هي الكلمات التي تقال في التعزية؟ جزاكم الله خيرا. الفاتحة لا تقرأ في التعزية، هذا بدعة. يعني قراءة الفاتحة في التعزية أو على روح الميت هذا من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. وإنما لفظ التعزية أن يقول: أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك، هذا لفظ التعزية. أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك، هذا هو لفظ التعزية المأثور. أما قراءة الفاتحة فلا أصل في ذلك، فهو بدعة.